واصلتني هالباكيجات الثلاث او هالثلاث منتجات من اتش اس ستور، عرض قوي وسعر ان شاء الله حلو للي يبي يشتري شاحن او شاحن سيارة او بلات للبيت. خلنا نسولفكم عن هالثلاث عروض اللي بيكونون اقل من سعرهم العادي، يعني اقل من انك تروح تشتري واير بروحه وشاحن سيارة بروحه. ممكن تشتري هذا الباكج مع بعض، تشتري بلاك وتشتري واير، تشتري هذا الباكج مع بعض، يعني هذا لو تشتري هذا بروحه وهذا بروحه يطلع عليك تقريبا 15 دينار ونص. الباكج هذا والعرض هذا راح يكون كنا 11 دينار. عزيزي اذا تبي شاحن للبيت بدل لا تروح تشتري واير، اطلع يا عزيزي بدل لا تروح، أنا متأكد 11 دينار و900 بدال 15 دينار ونص، فأنت موفر 4 دنانير ونص. هذا شاحن أو بلاك من التورو، فيه منفذين فتحتين. أنت عندك سيارة ما فيها شحن لازم تشتري هذا، لا لازم لازم، لأن شنو الشحن السريع مهم بالسيارة أهم من البطارية. لما تروح وترد معك بطارية، أنا عن نفسي هذا أفضل. ليش؟ أهم مكان يكون فيه شحن مو عادي سريع السيارة، لأنك أنت بتقعد مدة بسيطة بالسيارة، مدة بسيطة. اللي فوق شاحن سريع 20 واط، واللي تحت اللي هو اليو اس بي العادي كذلك شحن يعتبر 18 واط ممتاز مع واير شاحن سريع. فبالتالي تبي شحن سريع يا عزيزي، بلاك واير مع بعض وبسعر أرخص منك تشتري هذا بروح هذا بروح، ومن ماركة ممتازة، التورو ممتاز جدا وايراتها وبلاكاتها. فهذا موجود بالرابط تحت. مو بس هذا، أنا سويت ثلاث عروض، هذا واحد حق اللي يبي بلاك بالبيت، هذا ثاني حق اللي يبي شحن سيارة. أنت هي مدة مشوارك، فأنت ممكن تقعد بالسيارة ربع ساعة 10 دقائق، الوقت هذا تبي تشحن أكثر قدر ممكن، فلازم شحن سريع. هذا شحن سريع من التورواير زائد منفذين، هذا خلي المنفذ احتياط، هذا اللي تحت تستخدمه حق الشحن السريع. هذا ممتاز جدا وسعره أقل من 10 دنانير، 9 دنانير الراس هذا مال السيارة مع ستاند. إذا ما عندك ستاند أخذ هذا، ممتاز جدا. إذا عندك ستاند هذا المطلوب. فهذه ثلاث عروض موجودة الآن بالرابط تحت، كلها أرخص من أنك تروح تشتري واحد بروح وواحد بروح. لأنك مثلا مش تبي بالبلاك بدون واير، مش تبي بالواير بدون بلاك، فهالفكرة حطوها مع بعض ونزلوا السعر 90 تقريبا. أما هذا تقريبا نفس هذا بس زيادة عليه فيه ستاند، أنت تأخذ شحن سيارة أو واير مع زائر مخبز بوسط صبنجة اسمها الطيبات، وسط صبنجة القديمة. هذه بقالة عربية اسمها الهلال، لو تكتب بس بقالة الهلال أو تكتب الهلال يطلع لك. وسط صبنجة القديمة، هذا سكة الحديد هني، وهذاك البازار، البازار يوم الثلاثة ويوم الأحد مع صبنجة. هذا خباز 100%، ده خبز تنور وعنده الفطائر الصغار، مناقيش على قولته. سلام للي يبي خبز التنور فريش من الفرن مباشرة. عندهم الفطائر المني اللي بتكون بالشكل هذا، بيتزا وزعتر وحتى فلافل موجودة، منتجات واجد، سوالف المناقيش هذه موجودة هني. هني خلينا نقول فرن أو خباز فطائر لكن عربي. العائله اللي موجوده هنا شغاله عائله عربي، عائله عراقيه، هم اللي ماسكين التنور والفطاير، حتى الصمون العراقي يسوي لك هذا كله جاهز حق خبز التنور، وهذا كله حق الصمون بهذا الفرن. هذا فرن له طريقه خاصه، هذا الحين الصمون العراقي. نعم الصمون العراقي، بس هذا ديكور دائري يعني اشبه بالخبز اللبناني، اللي هو نفس عجينة الصمون العراقي بالضبط. يعني في منها قصدك دائري وفي نعم منها، في منها هذا الصمون العراقي. هذا الصمون العراقي نبي نشوفه الحين عقب ما تخلص. اي تمام. يا سلام على الريحة يا جماعة، خوش فرن. ها أه؟
اسمه فرن الطيبات. يمكن بجوجل لو ما طلع لكم بجوجل اكتب بس بقالة الهلال او الهلال راح يعطيك اللوكيشن البقالة اللي جنبهم مباشرة. هذيك يعني هذه لو تبي منتجات عربية من المطعم من بقالة تاخذ من هنا ومن هني فرن تنو. الخبز او اللي يسمونه الصامون العراقي هذا الدائري وممكن يكون بالشكل هذا. هو بالعراق كذي يستخدمونه او كذي يعني خلينا نقول الشكل ماله كذي. لكن هني مسوينا على شكلين نفس العجينة ونفس الشيء وكلها فريش طازج. يوجد لدينا قمر عراقي راقي جدا. عموما يا جماعة اللي يبي من هالفطاير هذه انا افضل يكلم ابو عبد الله قبل. لو تعطيني رقمك ابو عبد الله واتسابه غلف لي هذا الحين. اللي يبي هذا الجيمر هذا الجيمر العراقي ها اللي ممكن رقمك ابو عبد الله عشان واحد قبل ما يوصل يطلب منك شيء معين. التنور يا جماعه موجود على طول تجي تاخذ خبز فريش تتوكل على هذا بالنسبه لخبز التنور وكذلك الخبز العراقي. اما الفطاير المناقيش الامور هذه لا هو موجود هنا موجود تلقى خاف انك ما تلقى دق على ابو عبد الله ودزله واتساب سلام عليكم انا جاي ابي من فطاير معينه. هذا رقمه الله يبارك لك. الله يبارك لك يا ابو عبد الله انت والاسره الكريمه. في واتساب هذا رقم؟ نعم. خلنا نحط لكم بالذين الرابط تحت عشان تدش على طول. هذا هو الفرن اسمه الطيبات. صراحة حلو إنه يكون عندك يعني مخبز بالشكل هذا. مرات أفقد المذاق العربي خلينا نقول أو الشامي حتى بالنسبة للفطائر يعني حتى الخبز التنور ما شاء الله عندهم أول بول. ويا ريت والله عندنا قريب هناك معشوقية واحد هذا موجود في وسط صبنجة بجانب بقالة الهلال. لو تكتب بس الهلال بجوجل يعطيك إياها. أم بعد هذه مرة تحتاج بعض الأشياء تلقاها. خلي الفرن هني بكمل هناك سيدة بازار صبنجة. هذا البازار موجود يوم الأحد يوم الثلاثة بس ما أنصح لك تجي يوم الثلاثة. يوم الثلاثة شغل ملابس سما ملابس. يوم الأحد خضرة وفواكه وهالسوالف هناك. وين المبنى الأصفر هذاك جنبه؟ هذا المبنى الأصفر ترى محطة القطار مالت صبنجة. وهذا البازار السوق مسقف فيه سوالف أقطان ما أقطان كل شغل شعبي خلينا نقول بس صناعة تركية. هذا الزين فيه هذا كله يوم الثلاثاء ممتاز. نبي نقزة حلوة حركات. يلا جاس لا من هني يلا طالع سالم هذا حق الغوص مو حق فوق. يلا جاسم عاش 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 عاشوا عاشوا الله الله راح نشتاق والله خلاص على آخر الموسم راح نشتاق لهالجبل هذا كرتبة والغيم وهالديرة هذه. شوفوا صبنجة وين او خلينا نقول معشوقية. هذه معشوقية تحتنا وهذيك ازمت على البحر هذاك. هذيك ازمت شوفوا الباخرات هذاك مينا ازمت. الحين هذيك ازمت وهذه تحت مدينة معشوقية او منطقة معشوقية. هذه بيوتها وين بيوتنا هذيك بيوتنا هذاك المجمع اللي انا ساكن فيه هذول البيوت. وهذه صبنجة شوف بحيرة صبنجة هذه بحيرة صبنجة. فأنت لما تطلع من صبنجة إلى أزمت ترى طبعا فيها خط سريع تقريبا ربع ساعة. هذه معشوقية هناك بيوتنا يا حلو الأجواء وقت المغرب أقوى جو سبع ثمان غروب هنا. اي والله فشله والله فشله يعني من متى نام مبكر وقوم مبكر. وين يا معود وين ايام السهر اول وين ايام فقره الشاشه يوم كانت كل يوم كانت لما ما انزل اعتذار. الله اكبر الحين صار لي يومين ثلاث ايام مرات اربع ايام ما انزل الشاشه. والله فشله لكن معلش السفر هذا ما بقى شيء خلاص يعني ايام معدوده واكون بالمكتب بالكويت. واذا كنت هناك ابشروا بالفقرات الصح وكل يوم ان شاء الله. انا ايش قايل قلت حق نفسي عناد روح اقعد المكتب تخل عندي تارجت. قلت حق نفسي لما 10 اخبار ما تنام لو انام يعني لا
انزل 10 فقرات كذا او 10 اخبار ما ادري شنو صراحه بقعد انبش الحين بعدها ممكن انا غيرها ما في خلاص اليوم لا تكلمني لا تقول لي والله تعبان لا لا ما راح ارضى